السلام عليكم والمشاهدين، بنياتي لاباس عليكم، كدايرين؟ احوالكم طيبه؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كم راح جات بغات نقسم معكم واحد الوصفه ديال الشعر، وصفه ديال المهمات. هاد الوصفه زعما راها مجربه، انا ما باغا منكم منها حتى حاجه، باغا غير الله يرحم المهمه وصافي. راه نقول بنياتي المقادير، عندي الثومه، عندي الخزامة، هاي تشوفوا هاي الخزامة، هاي حتى ما نقولش لكم عليها، هانتوما هاي الخزامة، عندي القرنفل، هانتوما عندي البصلة، قشور ديال البصلة، عندي القشور ديال الرمان، وعندي اليزير. هادو كلشي معروفين، كلشي متوفرين فينا بيت. وعندي الزيت البلدية، وهاد الوصفة راه غندير لكم التطبيق هي على الشعر ديال بنت ولدي. يلاه نبداو. بسم الله وعلى بركة الله. على بركة الله، دابا انا غادا ندهن ليها الشعر. هذاك الزيت اللي كدهني بيه غادا توريهم شنو دايرة فيه؟ هذا الزيت غادا نوريهم شنو دايرة فيه. هاد الزيت كان ندير بيه الشعر مزيان، نلبس بيه الشعر كامل. هانتوما دابا بعد ما دهنت ليها شعرها مزيان مصيتو ليا، دابا هل تاني دابا نقول الزيت تاني. التومة كتفلح هاك ولا تحكيها شويه بالحكاكه باش تدير، تحك ليها كلشي الفروه ديال الراس، هاد الفروه من هنا هكا تحكيها مزيان. هانتو المهم كتبعي الفروه ديال الراس كامله جهه بجهه كامله، ديريها بالثوم. ها نتوما انا راه بنتي راسها خفيف وما كتبغيش دير هاد الوصفات، اليوم راه شديناها بزز. شوف شعرها راه كله كيبان. ها نتوما تمشي مع جهه بجهه كامل تحكيها، وكاع زعما كاع اللي بغى يغلب عليها تيحكها ويبقى يهز ويحك. حنا هادي ما تتبغيش. صافي غتكملي على هاد الطريقه ياك؟ اه فهمتي، على الطريقه كامله ممكن تتبعي الفروه ديال الراس كامله، وبعد غدا نكمل غدا ندير مع بيكاتي باش نوريهم. دابا غنديو لك زوي فكايا وتخليه واحد نص ساعة ولا ساعة دماغانا صافي، ومن بعد غادي تنزلو. دابا عندنا دابا الوصفة الأولى، غدا نعاودو الوصفة التانية ديال الدهين. دابا غناخد شوكة القرنفل، هو غدا نهرمشو شوية، هو راه دغيا كيدوب. اه هو راه دغيا دك بزاف، شويه تهرمشو باش تعطي الريحه ديالته. اييه ها نتوما بعد ما معكتو في هذاك هكايا، ودابا غادي ندير الخزان. الخزان حكواه هكا بين يديكم، عرفتي راه ملي تدهنوا بهذا عرفتي ريحه الشعر كتبقى زوينه، الشعر كتبقى ريحتو هي هاديك زوينه. لا ماما طاوة ماما طاوة طاوة. هاد الوصفات اللي غديري راهم اول مره في اليوتيوب، هاد الوصفات اول مره وما باغا منهم حتى حاجه، باغا منهم غير الرحم والدي. وصفات زوينين. ماما دابا غنعمر خليهم يختمروا واحد. وهادو ها هما يا هادو انا مصاوبهم من قبل، هادو اللي كندهنوا بهم. ويستحسن يكون قرع ديال الدجاج، ومن الاحسن قرع ديال الدجاج كتبقى مزيان. ها نتوما البنات، هاد ما كيخطرنيش انايا من الدار. طيبت هادشي، هادو وريهم المكونات ديالها. المكونات قربي عندي شويه لهنا، هنا هذا القشور ديال البصله، وهذا القشور ديال الرمان، وهذا ازير.
ايه دا شديتيهم طبختيهم في البراد؟ طبختهم شي براد يكون عندكم قديم، انا عندي هذا مخليه على هاد المهمات. لحيت الرمان كيدبغ وكيدير المروره، دابا ملي تبخوه غير يغلي وتوعليه وخليه محطوط حتى يطلق راسو وغادي تصفيه. ها نتوما انتما يطلق راسو في تحش، وبعد ما تصفيه ليه البراد نوريهم. ها نتوما البراد ديرو خصيصا لهادشي لحقاش كيخسر البراد. صافي يلا من بعد شنو غادا ديري؟ دابا ملي تغسلو الشعر وتساليو هذا هو اللي غتشلو به، وما ديرش من وراه حتى حاجه. صافي اخر مرحله اخر غسله هي هاد، تتغسلو وتساليو اخر غسله هاد الماء يبقى فيه باش ما يطيحش، ما يطيحش الشعر وما يديرش فيه. ومن الاحسن يكون شي زويف اللي غيديرو على الراس، ما يكونش بيض، تكون شي فوطه تكون ملونه يديروا على راسهم باش ما تلقش فيه ويخليوها حتى هي خصيصا. والصراحه انا هذا مجرباه، انا هذا اللي وافقني، هذا الماء ديال سميتو ديال القشور ديال الرمان. هذا الماء ديال القشور ديال الرمان ديروا اللي بغى يكبو يديروا في طاسه ويشلل بيه راسو ديريكت بحال اللي كيكب الماء، من الاحسن ويخليه هكاك وعاد يدير الفوطه فوق راسه. وتا هكا راه تيطلق هكا تاني ويديرو ايه يشكو بيه الراس هكا مزيان هادشي هادي راه كيطلق او تشكل كبير الراس. المهم ما يعاودوش يكبو من وراه الماء، ما يكبوش من وراه الماء نهائيا. صافي وهاد الوصفه راه مجربه، وانا ما باغي منكم حتى حاجه بنياتي، بغيت منكم غير الله يرحم الوالدين. ونتمناكم باش تجربوا هاد الوصفه، واللي جربتها ترد عليا في كومونتير، وكان نطلب منكم باش دعموني باللايك والابوني، ما تنساونيش من الابونيات ومن اللايكات، اهم واللايكات اهم حاجه. والله يحفظ بنياتي والله يعطيكم ملاوي في خاطركم، والسلام عليكم. والله يسهل على الجميع، الله يسهل على الجميع. اللي بغيت نقول لهم هذه الوصفه هذه راها بحال اللي ما كتعجبوش الثومه في الراس، ما كتعجبوش الريحه، هذه جرب هذه، هذه راه احسن طريقه. والصراحه انا داومتها مده ديال الشهر ما بقاش شعري كيقع. السلام عليكم.